بلغنا رمضان، بل وبلغنا العشر الأواخر من رمضان، فجدة رمضان وخلاصته وريحانته وخاتمته هي هذه العشر الأواخر التي نحن فيها، والتي على أبواب ختامها تميزت هذه العشر عن باقي أيام رمضان بليلة أعظم الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر. إنها تلك الليلة المشهودة الموعودة، سجلها الوجود كله في فرح وابتهال وابتهاج، ليلة ذلك الاتصال، اتصال الأرض بالسماء وتنزل الوحي بالنور والضياء، فأكرم وأعظم بها من ليلة. لا أطيل عليكم، الآن أحيل الكلمة إلى طالب الأستاذ سي أحمد بن نال ليلقي على مسامعكم كلمة، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا.